وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق يقدم لأمير المؤمنين التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، وجلالته محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهو الفائز بجائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية. يسلم أمير المؤمنين جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية للسيد إبراهيم صالح الحسيني من الجمهورية الفيدرالية لنيجيريا. تمنح هذه الجائزة مكافأة للشخصيات العلمية المرموقة بغية تشجيعها على إنجاز أبحاث عالية المستوى في مجال الدراسات الإسلامية، وتماشيا مع تعاليم الشريعة السمحة التي تحث على طلب العلم وحسن توظيفه.